عليكم الناس، كداري لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم في نهار جديد ويوم جديد. وهذا النهار الصراحة نهار زوين بزاف ونهار مشمس. قلت علاش لا نبعدو على الروتين ديال الكوزينة، خرجوا شوية نديرو شي دويرة عند أسواق السلام، شوفوا تما إذا كانت ماشي تخفيضات. قلت علاش لا نشارككم هذا الفيديو. هذا مهم، هذا هو المونطو اللي غادي نلبسه البنات. هذا المونطو هذا ديال تركيا ديال الكشمير، وغادي ندير معاه هذا السروال هذا ديال التوب، حتى هو ديال تركيا. وهذا الساك هذا من لاماك نينو، خديتهم ساك وصب وليبوت، عفوا خديتهم من نفس لاماك. ندير معاه هذا الليبوت هذا، حتى هو من لاماك نينو نفس لاماك. وغندير معاهم هاد الشال في هاد الكولور، في نفس الكولور ديال السروال. وهاد الساعة هادي غندير معاها هاد الساعة مع هاد السلسلة هادي، هما جايين اونسومبل. وهاد النضيدرات بطبيعة الحال حيت الشمس على برا، الشمس كتفر عليهم. وندير معاه هاد لو كلوس من لا مارك ماك، صراحة لا مارك ماك زوينة بزاف. المهم هذه هي اللبسه اللي غنلبس. نخليكم غادي نتلاقاو على برا في اسواق السلام.
معايا هاد اللبسة هادي، شحال زوينة صراحة، زوينة بزاف، عجبتني، ديال البنات، هاد اللون ديالها زوين. وكاين هنا حتى هاد اللون هاد ديال الدراري، شتي كي دايرة، مقطنة من برا، وكاين في هاد اللون هذا بلومارين، حتى هو ديال الدراري، صراحة عندهم من الحوايج زوينين. حتى هاد اللون هذا فن، هو الثمن ديالهم ما غاليش بزاف، مناسب. شوفوا معايا البنات هاد الشيشوار هذا، شتي كي داير، زوين صراحة، وزوين في الخدمة، ما كيعذبش، عنده هاد اليد هذا كيصلح الانسان يخدم به على راسو. الثمن ديالو ما غاليش، داير شي 70 درهم. وهاد لي شيشوات هادو زوينين، لي مارك زوين نتا هما، صراحة عندهم هنا دي مارك زوينين وكاليتي. واو، شوفوا معايا هاد السواني كي دايرين في الحطة، صراحة كيجيو في الحطة راقيين. واو واو واو، دايرين شي 250 درهم، صراحة واعرين، عجبوني بزاف. وهادو صراحة زوين انت هما، الديكور ديالهم زوين. خصني البوطاجي نبدلو، داكشي علاش قلت علاش لا ندير شي دويرة عند جهة ديال لي بوطاجين. صراحة هذا راه داير 1199 درهم، وهذا عاوتاني داير شي 700 درهم، كل واحد وثمانو على حسب الجودة. هذا 1799 درهم، صراحة زوين بزاف. دابا يلا خرجت من اسواق السلام، دابا كنت واجد في باب دكالة، هذا اسواق السلام معروفة في مراكش، هي كاينة في الوسط ديال مراكش، معروفة بالمحطات، هذه راه معروفة كما كتشوفوا. دابا هي تحرقوني رجليا بالدوران، غنمشي نجلس شوية في شي جردان وعاد باش نمشي للدار. انا ولدي البنات كنتواجدو في ماجوريل في الطريق ديال الدوديات، صراحة اليوم جو سخون بزاف، الحرارة، لبست المونطون ندمت عليه، حيت الحرارة اليوم صراحة ماشي المونطون، حرارة الحرارة اليوم. مراكش هي معروفة بالحرارة، كترشي في الصيف كتكون سخونة بزاف. هنا نقول لكم غنمشي للدار، غنخليكم. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا فوجتوا معايا شويه. دابا خصني نمشي للدار، صافي عييت بلوك في الدوران. المهم كنقول لكم اللي باقي ما اشترك في القناه يشترك في القناه.